السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم عبود من قناة عبد الرحمن يوسف، وبهذا الفيديو زي ما انتم شايفين راح نلعب بلبل اللاعب دامر من الجزء الأول المنجل الجارح، طبعا الأصلي من تكارتومي وتوي برو ضد المنجل اللي مش أصلي كمان للاعب دامر، بس حطينا له حديدة ودرايفر الوميض. وهس انتم بتسألوني من وين جبت لير المنجل الجارح مش أصلي؟ للي ما بعرف، أنا فتحت العلبة اللي فيها 4 ليرات وحديدتين وقاعدتين وجهازين إطلاق، طبعا ما كانت أصلية، بس هسا راح نستخدم اللير، وطبعا الصورة المصغرة هسا تاعت الفيديو راح تطلع قدامكو للي فتحت فيها لير المنجل. طبعا الفيديو اللي فتحت فيه العلبة كان سيء شوي، وعادي كل واحد ببداياته بيكون الجودة سيئة وكل إشي سيء، بس عادي يعني الواحد بتطور وبتحسن مع مرور الوقت. وبس ويلا نبدأ بالنزال ونشوف مين الأقوى، المنجل الأصلي ولا اللاير المش أصلية. فيلا نبدأ، واللي بوصل لعشر نقاط هو الفايز. الجولة الأولى 3-2 جو جو. طبعا الضربات راح تكون جنونية كثير لأنه البلبلين هجوميين، والقاعدة تاعت البلبل اللي مش أصلي القاعدة أصلية يعني تاعت الوميض. فيلا نشوف الجولة الثانية، راح أطلقهم مايل عشان ما يضيعوا طاقتهم. البلبل اللي مش أصلي فاز 1-0، والجولة الثانية 3-1 جو شوت جو شوت. دبل بيرست، انفجار مذهل. الجولة الثالثة 3-1 جو شوت جو شوت. يلا بيرست مين أو دبل بيرست؟ دبل بيرست، والحديدة ظلت تدور والدرايفر بعده بدور خارج الحلبة وما استسلم. الجولة الرابعة 3-1 جو شوت. المنجل اللي مش أصلي ضد المنجل الأصلي، والمنجل صار ينطنط. اللي عليه حديدة زرقاء تاعت الوميض هذا المنجل اللي مش أصلي، اللي لايره مش أصلية بس باقي القطع أصلية. بيرست فينش للمنجل الأصلي و2-1. الجولة الخامسة 3-1 جو شوت جو شوت. نزال اسطوري وضربات ساحقه، زي ما حكيت لكم ضربات ساحقه، و4-1 للمنجل الاصلي. حماس، طبعا اكيد في فرق باسنان البلابل لانه واحد اصلي وواحد مش اصلي، بس مرات يكون الاصلي اقوى اسنانه. بس هسه بهاي العلبه كان اسنان المنجل اللي مش اصلي ضعاف يعني متوسطات. 3-1 جو. يلا يا المنجل اللي مش أصلي اهزم النسخة الأصلية منك وفرجينا قوتك. اختصرت عليكو لأنه ظلهم سنة بدون أي نتيجة. 5-2 للبلبل الأصلي. 3-1 جو شوت جو شوت. لا تضيعوا طاقتكو، ضيعوا طاقتهم اخيرا. تخيل مش اصلي يفوز. ف6-2. طبعا اللي ما بعرف، انا ركبت هون برغي تحت لانه كان مشيول او ضايع، وهو اصلا البرغي اثقل من البرغي اللي هناك، فبجوز الضرب تيجي ساحقه هون، بس عادي ما بياثر اصلا هذا الوزن الخفيف. 3-1 جو شوت. المنجل صار زعيم الوقت، اخوه بالضبط، ومش على الحلبة. ف5-3 للمنجل الاصلي، وهسه المنجل اللي مش اصلي حصل على نقطة. فبعد ما شفت الفيديو اكتشفت انه النتيجة 6-3 مش 5-3، يعني المنجل الاصلي 6 واللي مش اصلي 3. 3-1 جو شوت جو شوت. طير خارج الحلبة و7-3. 3-2-1 جو شوت جو شوت. ما رح نحسب الجولة لأنه أرجع عليه على طول. 3-2-1 جو شوت جو شوت. و8-3. 3-2-1 جو شوت جو شوت. لا تطيروا خارج الحلبة للمرة الثالثة. دبل بيرست 3-2-1 جو شوت جو شوت.
تخيلوا بس دبل بيس، بس الواضح انه المنجا اللي مش اصلي جنوني اكثر من المنجا الاصلي. طبعا هم الدرايفرين متقاربين يعني من ناحية الشكل، بس هو المنجا لانه فيه هيك حفرة بالنص فما بيكون جنوني كثير. اما درايفر الوميض ممكن يكون جنوني اكثر، فالنتيجة 8-4. باقي للمنجا اللي مش اصلي 4 نقاط وبيوصل للاصلي. 3-2 جو شوت جو شوت. اخيرا طيرته يا المنجا اللي مش اصلي و8-5. 3-2 جو شوت جو شوت. هو المنجا اللي مش اصلي الدرايفر والحديد مساعديته كثير، اما لو كان مش اصلي ممكن ما يفوز. وتسعة خمسة. 3-2 جو شوت جو شوت. باقي للمنجا الاصلي نقطة واحدة وبيفوز. هل راح يقدر؟ طبعا قدر، بس لسه الدرايفر بيدور وكمان طير وخارج الحلبة. فهيك المنجل الأصلي فاز بنتيجة 10-5. يعني كان باقي للمنجل اللي مش أصلي بس 5 نقاط وبيوصل له، فالمنجل بعده بيدور ومش مستسلم كمان. فبس هيك بنكون وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا الفيديوهات الحماسية القادمة. وزي ما انتوا شفتوا المنجل الأصلي قدر يفوز على المنجل اللي مش أصلي. طبعا هو الاختلاف هو بس باللاير، انه القطعة اللي مش أصلية بين البلابل. فكنا بدنا نشوف هل لاير المنجل اللي مش أصلية أقوى من اللاير الأصلية، لأنه مرات بتكون البلابل المقلدة أقوى من البلابل الأصلية يعني من ناحية الأسنان والقوة. فبس هيك بيقدروا البلبلين يروحوا على بيوتهم، وكمان المقابض. شكرا للمقابض طبعا على مساعدتهم بهذا الفيديو. ويلا أنتوا الأربعة روحوا على بيوتكم ومع السلامة.